السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري يأتيكم مباشرة على قناتكم الشروق الإخبارية. بداية، سجلت صبيحة اليوم الجمعة في حدود الساعة 8:26 هزة أرضية بلغت شدتها 3.7 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركز الهزة ب 24 كيلومتر شمال غرب بن سليمان بولاية المدية. أعلن